بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن أخطاء الباحثين في علم الإعجاز الرقمي. إن الأخطاء التي نراها من بعض من خاضوا في هذا العلم على غير هدى من الله، سبب هذه الأخطاء عدم الالتزام بمنهج علمي وشرعي في بحثهم، لذلك نجد لديهم بعض الأخطاء الحسابية والمنهجية. أخطاء حسابية سببها عدم الدقة الإحصائية والتسرع في نشر النتائج، لم يتأكدوا من صحتها. أيضا أخطاء منهجية سببها عدم الالتزام بمنهج علمي واضح، فتجد لديهم نتائج مقنعة في البداية، بعدها تلاحظ أن المنهج يختلف، والله أعلم.